السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنتكلم عن فيلم قصير بيتكلم عن بعض السمات لأطفال التوحد. أحداث الفيلم بتروي إن في مدرسة في مدرسة، المفروض إن في طالب توحدي جاي المدرسة، والمدير بعت للمدرسة وبيعرفها على الطفل وبيطلب منها إن هي تلتزم برفقة هذا الطفل وإن هي تاخد بالها منه. بتبتدي إن هي تتعرف عليه وتتعرف على الأسرة، بتسأله إزايك اسمك إيه، طبعا ما بيردش عليها، نظراته بتبقى جانبية، الطفل التوحدي نظراته جانبية. بتطلب منه إن هو يقول اسمه وتعرفه على الفصل، طبعا مردش وبيتعرض للتنمر، وبتطلب منه المعلمة إن هو يقعد في الديسك بتاعته. طبعا بيتعرض للتنمر، الأطفال بيقلدوه بتصرفات غير لائقة. بتبتدي المعلمة بتشرح على السبورة وهو بيبتدي يطلع أدواته، بس بيرتبها بشكل معين، بيميل بعض الأطفال التوحدين إن هم يرتبوا أدواتهم بشكل معين. طبعا المعلمة أخدت بالها، هو روتيني في أكله، طبعا بيرفض أكل معين بيبتدي ياكل الأشياء اللي بيحبها. طبعا احنا عارفين ان الطفل التوحدي روتيني في أكله، روتيني في لبسه، روتينه في حياته كلها بشكل عام. تبتدي المعلمة تبحث وتقرأ كتير عن أطفال التوحد وكيفية التعامل معهم. أخدت بالها ان الطفل أثناء الشرح في الفصل ان الطفل بينتبه للمراوح، لأن في الأطفال التوحدين بيحبوا يبصوا للمراوح والأشكال الدائرية. عشان تلفت نظره مسكت المروحة الورقية وتبتدي إن هي تقربها منه، تبتدي إن هي تخاطبه وتكلمه عشان تلفت انتباهه. فعلا بقى في تواصل بصري، قدرت إن هي تلفت نظره عشان تقدر تتعامل معه وتتكلم معه. بدأ إن التواصل البصري يكون كويس، بدأ ينتبه لها وبدأت تستخدم أساليب معينة في تعليم الفئة التوحد هذه. بدأت إنها تقرأ وتبحث، هو ده المطالب بأي معلم تربية خاصة، إن هو إزاي يستخدم أساليب تكون جاذبية للأطفال وعشان تقدر تتعامل معاهم وعشان يحسن من سلوكيات الطفل التوحدي. بدأت تدربه على الكلام، استخدمت مثيرات حسية عشان تلفت نظره ويبقى فيه تواصل بصري كويس، وفعلا بدأ الطفل ان هو يتحسن. طبعا وهي في حالة تطلع دائم، ده المطالب بيه كل معلم تربية خاصة، ان هو يبقى فيه تطلع دائم من خلال القراءة واستخدام الأساليب الجديدة التربوية مع الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة. طبعا المعلمة طبعا راحت فصل تاني او راحت المكتبة وجت معلمة بديلة، هو رفض المعلمة دي وبدأ يعمل بعض التصرفات ان هو يمشي بشكل دائري حوالين الترابيزة، رفض تماما المعلمة دي وعايز المعلمة بتاعته. طبعا التلاميذ خافوا من تصرفاته وسلوكياته، هي طبعا استدعوها واتصلوا بيها لان هو عايزها هي ومش عايز المعلمة التانية. المعلمة مش عارفة تتعامل معاه، فطبعا المعلمة دي عارفة ودرسة وبتقرأ كل ما هو جديد في كيفية التعامل مع الأطفال التوحديين. فعلا بدأت ان تدخل العالم بتاعه المنظر ده، مع تشبيهي ان هي دخلت جوه العالم بتاعه وعرفت ازاي تتعامل معاه وان هي تكسبه. لما نادت على عليه بدأ يوقف سير حوالين الترابيزة وبدأ انه يلتفت ليها ويبص عليها وبدأ ان هو يهدأ. انتبه لصوتها وبعد كده انتبه لشخصها وبدأ ان هو يتقرب ليها، تمام، وبدأت إن هي تهديه وهتاخده في حضنها وتطبطب عليه.
وده أسلوب من أساليب تهدئة الطفل التوحدي من خلال الاحتضان. بدأت المعلمة تقرأ كل ما هو جديد عن الطفل التوحدي. هنا المعلمة بتشرح الفصل، الفرق بين الليل والنهار والتوقيت والأيام. طبعا هو عنده مهارة حفظ الأرقام والأيام. كانت المعلمة بتشرح تعاقب الليل والنهار، فطبعا قالت يوم 14، راح رد قال لها يوم الخميس. الفصل كله قعد يضحك لما هي كانت بالصح كراسات، افتكرت يوم 14 يوم الخميس. هتبحث هتلاقي فعلا الرقم اللي هو قال عليه يوم 14 صادف يوم الخميس. هو عنده مهارة حفظ الأرقام والأيام. معظم الأطفال التوحديين عندهم مهارات جميلة جدا جدا، من ضمنها حفظ الأرقام والأيام والمناسبات. هو كان بيتصف بهذه المهارة. تبحث وتقرأ لغاية ما تأكدت أن الرقم اليوم على كل صح. طبعا هنا بيتعرض التنمر، بيظهر عليه بعض السلوكيات العدوانية، لأني بيرفض تماما أن حد ياخد مقتنياته. أخد كارت بتاعه قدر يضرب فيه بشكل عضوي. الولد ده استدعى ولي أمره وبيطلب المدرسة. إزاي كانت ساكتة أثناء ضرب الطفل المعاق ده؟ يعني هي بتعقب المدير ولي الأمر إن الولد ده معاق متخلف عقليا. إزاي تسمحوا الطفل واحد متخلف عقلي يبقى داخل المدرسة مع أطفال عاديين وكمان بيعتدي على ابني بالضرب؟ المعلمة بتدفت لها لا طبعا هو مش متخلف عقليا، وبدأت تسأله على بعض المناسبات والأيام ويرد أسرع ويرد بالأرقام الصحيحة. يعني يوم الخميس قال لها 14 سنة مثلا 2017. طيب يوم الاثنين قال لها يوم هيوافق يوم 22 سنة كذا. فهو عنده مهارة، فقالت لها هو ده اللي حضرتك بتقولي عليه متخلف عقلي. هو مش متخلف عقلي، المتخلف العقلي مش هيعرف الأرقام والمناسبات ولا الكلام ده. وأثبتت للأم أن الطفل التوحدي ده ليس طفل متخلف عقليا. قالت لها أنا يعني رافضة تماما أن ابنها يتعلم داخل الفصل مع الولد متخلف الولد، وبترفض تماما ان هو وجوده في المدرسة. الطفل التوحدي ده طبعا قاعد وسامع وفاهم، بيطلب من المدير ومن ولي الامر ارجوكوا اتركوني اتعلم، انا عايزة اتعلم، انا احب التعليم. طبعا فاهم الكلام، عشان معظم الناس اللي بتقول ان الاطفال التوحدي مش بيتفهموا، اطفال اغبيه، هو ممكن ما يردش عليك وحضرتك بتكلميه، بس فاهم كويس جدا الحوار والنقاش. هنا بيتوصل لهم ان هو مش عايز يسيب المدرسه ولا عايز يترك التعليم. هي المعلمه فرحانه جدا ان الولد في حاله تحسن دائم. من الافضل طبعا بيلقي تحية السلام قبل ما يمشي. فالمعلمة فرحانة جدا ان هو بيتحسن. الرسالة دي لكل معلم عنده ضمير، خليك عندك اصرار انك في حالة تطلع دائم على البرامج وكل ما هو جديد عشان تقدر تقدمه للطفل ده. لقيت في كراسة خاصة بالطفل التوحدي ان هو كاتب ان هو نفسه يكون معلم. القصة دي يا جماعة حقيقية فعلا. الولد ده فعلا لا طبعا هي قصة في ده تمثيل، لكن الشخص الحقيقي دي هو ده الولد ده بقى راجل اهو فعلا بقى مدرس وبقى ضابط كمان. مدرس ضابط. ودي المعلمة بتاعته الحقيقية، دي شخصيات حقيقية. طفل التوحدي طفل ناجح،
طفل عبقري.